ديال الماندارين اللي درنا كتجي مزيونه ولذيذه وصحيه في نفس الوقت. اللي عجبو الفيديو ديالي دير لي لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وشهية طيبه ودمتم في حفظ الله. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكيكه بالمندرين. يعني دابا الوقت ديال المندرين، لما لا نوجدو شي كيكه به؟ كما كتعرفوا المندرين دابا مهم بزاف في هاد الوقيته هاد البرد. المقادير عندنا على هاد الشكل، عندنا 4 المندرينات. سلقتهم في الماء لمدة واحد 4 ساعة وصفيت عليهم داك الماء ودرت ماء واحد اخر جديد ودرتهم عاوتاني يغليو تحت يطيبو مزيان. من بعد غادي نطحنهم ان شاء الله. عندي 3 ديال البيضات، كتحنا 3 ديال البيضات. عندي واحد 7 ديال الحبات ديال التمر او اللي بغى يدير الزبيب. كاس ديال سنيده، سكر سنيده، كاس ديال الزيت. عندي 250 غرام ديال الفورص، ولكن على حسب الخليط، غادي تخلطوا على حسب الخليط. عندي 2 اكياس ديال الخميره كيماويه من وزن 16 غرام، جوج بيهم فيهم 16 غرام. غادي نبداو، غادي نطربوا هذا البيض. درت فيه على واحد القريصه ديال الملح كتبان لك. غادي نطرب هاد البيض مزيان حتى ونرجع معكم. نطربو مزيان حتى يطرب مزيان ويفتح اللون ديالو، عاد ديك الساعات نضيفو ليه المسائل الاخرى. السر ديال الكيك دائما هو في التطلع ديال البيض. ملي كنطلعوا البيض على هذا الشكل هو باش كيجي الكيك ديالنا طالع، كيجي مهوم من الداخل، كيجيش مدقق. غادي نضيفوا داك السكر سنيده كاس. كنضيفو داك الكاس ديال الزيت، وكنخلطو. كندوبو داك السكر مزيان. دابا غادي ندوزو ان شاء الله بحول الله، غادي نصفيو هاد المنداري وغادي نخليوه يبرد شي شويه، وغادي نطحنوه في الميكسور مع هو والتمر، ومن بعد عاد نضيفو عليه الخليط ومن بعد الدقيق ان شاء الله والخميره. بعد ما برد المنداري قطعناه طريفات هكا وراه طايب، طاب مزيان. قطعنا الطريفات وحيدنا له، شفنا الا كان فيه العظام حيدناهم وضفنا داك التمر عليهم، وغادي نطحنهم. قلنا 7 ديال الحبات ديال التمر، وانتم ديروا بالقياس اللي بغيتوا.
الماء مزيان. بعد ما طحناه كيولي لهذا الشكل. نخليه تما وغادي نضيف عليه هذاك، ولكن يمكن ما يقدنيش هذا، غادي نخلط في هذا. هاد الكيكه كتجي عجيبه صحية في نفس الوقت. كنبقاو نخلطو من حتى من التحت للفوق باش ما كنهرسوش ديك البلانك ديال البيض، باش كتجي الكيكه ديالنا مهويه ما كتجيش مدقصه. غادي نضيفو دقيق، شيئا فشيئا، ما نضيفوش مرة، نضيفو ديك الصاشيات ديال البودر. كندخلوا داك الدقيق فيها غير بشويه، الفران ديالنا درناه سخون باش نديرو فيه الكيك. غندخلوه على الفرن على درجه 180 درجه، نشعلو عليه من تحت فقط، ومنين طيب عاد نشعلو الفوق باش نحمرها من الوجه. مازال غادي نزيدها واحد الكميه ديال الدقيق، 250 غرام لهاد المقادير اللي عطيتكم، 250 غرام ديال دقيق الفورس. اولا نتوما عينكم ميزانكم، لان كاين انواع ديال الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. من بعد ما دهنا المول ديالنا بالزبده وغلفناه بالدقيق، غادي نكبو الخليط ديالنا. دائما الكيك ملي تبغيو تكبو تعلي يديكم الفوق بهذا الشكل.
ودائما الكيكه قبل ما تدخلوها الفران تخليوها ترتاح خارج الفران، ملي تصبوها في القالب تخليوها 5 دقائق ترتاح، ما تبقيشي غير تخويوها وتدخلوها للفوغ. انا ما نضيع حتى شي حاجه، كيعجبنيش نضيع ونخلي هاد الماعن نص فيهم كيبقى في كما قلت لكم غادي نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق وغندخلها للفرن على درجه حراره 180 ونشعلو عليها من التحت فقط تتحمر تطيب، وعاد نطلعوها نشعلو عليها الفوق باش تتحمر. هذه هي الكيكه ديالنا ديال الماندارين اللي درنا، كتجي مزيونه ولذيذه وصحيه في نفس الوقت. اللي عجبو الفيديو ديالي دير لي لايك وسبسكرايب ويفعل زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وشهيه طيبه ودمتم في حفظ الله.